تنوعت أطباق الكاري الهندي المحضرة من البقول أو الخضروات، وهي أطباق فاتح للشهية تقدم مرافق لأصناف الخبز الهندي المتنوع أو أطباق الأرز، وهي أطباق تميزت بالطعم الحار والمطبوخة ببهارات وأوراق الكاري المنكه لهذه الأطباق. لتحضير إدام ألو كورما أو كورما البطاطس، نحتاج إلى بطاطا طازجة، واخترت من الحجم الصغير، ماء للسلق. أسلق حبات البطاطا وأضع الماء الكافي لعملية السلق. إذا اخترت البطاطا من الحجم الكبير فيمكن تقطيعه إلى قطع متوسطة، ثم أقوم بتقشير البطاطا المسلوقة وأضعها جانبا. في وصفة كورما اللحم البقري استخدمت معجون الكاري الهندي الجاهز المتوفر في الأسواق، ثم أضفت البهارات الصحيحة كالهيل والقرنفل والقرفة والفلفل الأسود وورق الكاري. لكن في هذه الوصفة سوف أقوم بتحضير توابل كورما البطاطس، وتصلح كذلك لأنواع الكورما الأخرى سواء كورما اللحم أو كورما الخضار والبقول كما سأفعل. ملعقة طعام مطحون شمر، ملح، ملعقة طعام حبوب كمون، ملعقة شاي حبوب فلفل أسود، ملعقة طعام معجون الثوم والزنجبيل، ملعقة طعام تشيلي باودر، ملعقة طعام كزبرة مطحونة، ملعقة طعام بهار جرم مسالة، ملعقة شاي كركم مطحون. كما أن توابل الكورما الجاهزة متوفرة في الأسواق وبعدة نكهات، كما أحتاج إلى الخضر والأعشاب الآتية: طماطم، بصل، فلفل أخضر حار، أوراق الكزبرة الطازجة، أوراق الكاري، 15 جرام من الكاجو، زيت سمسم أو أي زيت نباتي، كوب زبادي، مقدار ملعقة طعام من الزبدة. أحمص حبوب الكمون في قليل من زيت السمسم، ثم أضيف معجون الثوم والزنجبيل وأستمر في التقليب حتى تطلق رائحة الأعشاب، ثم أضيف قطع البصل المقطع حجم وسط وأقلب القطع حتى تتحمص وتلين بعض الشيء، ثم أرفعه جانبا. أطحن الكاجو المحمص مع مكونات البصل المحمصة سابقا مع كوب الزبادي. أستمر في الفرم حتى أحصل على مزيج كثيف القوام من هذه المكونات. في نفس الخلاط أفرم الطماطم حتى أحصل على صوص كثيف القوام. أضع ملعقتي طعام من زيت السمسم مع ملعقة طعام من حبوب الكمون والفلفل الأسود وأقلب التوابل. ثم أضع قطع الفلفل الأخضر الحار وأوراق الكاري وأقلب المكونات حتى تطلق رائحة الأعشاب والتوابل. أضع قطع البطاطا المسلوقة مع رشة ملح وتشيلي باودر وأقلب المكونات حتى تتحمر قطع البطاطا المسلوقة وتتنكه بهذه التوابل، ثم أرفع قطع البطاطا جانبا. أضع كمية أخرى من زيت السمسم مع التوابل المطحونة، وهي الكزبرة، الكمون، تشيلي باودر، الكركم، كرم مسالة
وأقلب التوابل حتى تتحمص وتطلق رائحة التوابل السابقة. بعد ذلك أضع صوص الطماطم المفرومة سابقا وأقلب الصوص حتى يتسبك مع المكونات السابقة. ثم أضع خليط الزبادي المفروم سابقا وأقلب المكونات جيدا حتى تختلط مع بعضها، ثم أغطي القدر. بعد أن تسبكت صلصة الطماطم مع خليط الزبادي السابق، أضع بعض الماء لتكوين المرق لصوص الكورما مع قليل من الملح وأقلب المكونات. أتذوق طعم الصوص المكثف إن احتاج إلى الملح أو بهارات أخرى أو بعض الماء. ثم أضع مفروم أوراق الكزبرة الخضراء وأبقيت بعض منها للزينة. أضع قطع البطاطا المحمصة بالتوابل في صوص الكورما المكثف وأقلبها بحذر حتى أحافظ على شكل قطع البطاطا الصغيرة. في الأخير أضع قطعة الزبدة، وهذا اختياري لإكساب صوص الكورما بالبطاطس نكهة الزبدة الذائبة، وأغطي القدر وأتركها تذوب مع حرارة الصوص. وبذلك تكون وصفة ألو كورما جاهز للتقديم. أضع طبق ألو كورما أو كورما البطاطس في صحن التقديم وأزين الوجه بأوراق الكزبرة الخضراء الطازجة. إدامات الكاري الهندي النباتي مثل تشانا دال وطبق اليوم ألو كورما تقدم مع خبز البيتا ومع أطباق الأرز، كما تقدم مع أصناف الخبز الهندي المتنوع مثل شباتي أو نان بريد، روتي أو براتا، أو خبز البوري. تجد في قائمة أطباق الخضروات تشكيلة من أطباق الكاري الهندي، سلسلة الأطباق النباتية التي تتميز بالطعم الحار والمطبوخة مع بهارات وأوراق الكاري. أدخل إلى القناة واطلع على المزيد من الوصفات. كما تجد في قائمة المعجنات أنواع من الخبز الهندي كنان بريد، روتي أو براتا، كولجا، شباتي، والتي تقدم مع أطباق الكاري سواء باللحوم أو الخضروات. أدخل إلى القائمة واطلع على المزيد من الوصفات.